معنا هنا في الاستوديو الصحفي فراج إسماعيل، مرحبا بك معنا فراج. في آخر ساعة، المشكلة الحقيقية الآن في الميدان ما هي بالنسبة إلى ما يريده المتظاهرون وما لم يعطه المشير كما يقولون؟ بس في البداية أود أن أقول أن ما أعلنه المشير حسين طنطاوي اليوم هو بالضبط الاتفاق الذي تم مع القوى السياسية التي حضرت اجتماعا اليوم دام 5 ساعات، ما عدا نقطتين كانوا يتمنون أن يقولها في خطابه ولكنه لم يضمنها، وهي الأول هو اعتذار صريح عن ما تم في ميدان التحرير من أحداث، الثاني هو ما تحدثت به منذ قليل عن الدستور على الفيسبوك، لا مش على الدستور، على تشكيل لجنة تحقيق وأعلنت منذ قليل على صفحة المجلس العسكري في الفيسبوك. الاعتذار هو استعاض عنه المشير بالأسف، ولكن أيضا أشار في المضمون أو بطرف خفي إلى ما أثير خلال الأيام الماضية من اتهام للقوات المسلحة بالمسؤولية عن هذه الأحداث، خاصة أنه في 4 أيام الماضية كانت هناك أقوال قوية وتسريبات قوية بأن منصور العيسوي وزير الداخلية مستقيل وليس على رأس الوزارة، وأن من يقود الوزارة هو حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية واللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هو نفى ذلك ضمنا من خلال إشاراته بما يقول أنه تشويه للقوات المسلحة، وأعتقد أنه يعني في نفس الوقت الذي عبر فيه عن الأسف فقد اعتبر البعض أن عدم اعتذاره معناه أيضا توجيه اتهام للداخلية بالمسؤولية عن هذه الأحداث، فإذا كانت الداخلية أو بعض يعني قوات الأمن في الداخلية تقوم بهذه الأحداث بمعزل عن المجلس العسكري الحاكم فتلك مشكلة أخرى حول قوة قدرة المجلس العسكري على التحكم في زمام الأمور. ولكن رغم ما تقوله يعني أنه قبل بما تريده القوى السياسية إلا هذين الشيئين، أسف بدل اعتذار ولجنة التحقيق تحدث عنها في الفيسبوك وليس في خطابه، رغم ذلك المتظاهرون كما نرى لا يزالون في ميدان التحرير. هناك مشكلة يبدو، يعني هناك مشكلة في الاتصال. المتظاهرين معظمهم من الشباب الذين يحتاجون إلى توضيحات لهذه الخطوات. أولا هناك عدم ثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة سببه البطء والتباطؤ في إجراءات سابقة. يعني هو وضع خريطة طريق يمكن أبرزها تسليم السلطة في موعد أقصاه 30 يونيو القادم، لكن هناك سابقة طوال 8 شهور الماضية بأنه كثيرا ما تباطأ عن إجراءات، كثيرا ما لم ينفذ وعود برغم أن الوعود الماضية لم تكن خريطة طريق. بالنسبة للدستور أنا ما عرفته أنه تم الاتفاق مع القوى العسكرية مع القوى السياسية على أن يتم عمل الدستور كما كان في الخارطة البداية مع تقصير الفترة، بمعنى أن البرلمان سينتهي في 30 مارس، سيبدأ تشكيل لجنة دستورية، سيتم وضع قانون للانتخابات الرئاسية، هو المطلوب الإسراع به حتى يعني يستعيد ثقة الناس فيه، لابد من الإسراع في وضع قانون للانتخابات الرئاسية لأنه لا يوجد قانون الآن للانتخابات الرئاسية، لكن في 30 مارس المفروض أن يتم تشكيل لجنة دستورية يتم الانتهاء منها في 3 شهور، هناك المتوقع أن تنتهي من الدستور في 3 شهور أخرى أو حتى تمتد لفترة أخرى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، على أساس أنه لم تعد هناك مشكلة بعد انتخاب رئيس الجمهورية فأن تطول مدة الدستور لسنة أو حتى أقل. أشكرك جزيلا فراج إسماعيل الصحفي المتخصص في الشأن المصري، شكرا جزيلا. شكرا.